بظل غياب المعارضة السورية، أعمال مؤتمر سوتشي تنطلق اليوم وسيناريوهات متكررة على طاولة الاجتماع. وسط دعوات سودانية تطالب بتغيير القوانين، زواج القاصرات في السودان جدل لا ينتهي. ورسمياً النجم الإسباني جيرارد بيكي يجدد عقده مع برشلونة حتى عام 2022. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن. ينطلق في منتجع سوتشي غرب جنوب غرب روسيا اليوم الثلاثاء مؤتمر الحوار الوطني السوري بمشاركة المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفن دي مستورا، بينما أعلنت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مقاطعة المؤتمر. وقطع أعضاء المعارضة السورية المؤتمر بعد إعلان روسيا الدولة الراعية لهذا الاجتماع مع إيران وتركيا أنها دعت أكثر من 1600 شخص، لكن 350 فقط منهم ينتظر حضورهم إلى هذا المنتجع الواقع على ضفة البحر الأسود. هناك في روسيا حيث محادثات سياسية قابلة للتنفيذ بتعبير موسكو الدبلوماسي. ضجيج السياسة يبدو طاغيا على هدوء سوتشي، المدينة التي دعا إليها زعيم موسكو بوتين نظيريه التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني لإعادة ترتيب أوراق الأزمة السورية المبعثرة. مع أن ملامح الحل السوري تخيم عليه ضبابية المواقف وتباين الآراء الدولية، بيد أن موسكو لم تدخر جهدا لإنجاح مسعاها الرامي لوضع مسؤولي الدول المعنية بالملف في صورة رؤيتها للحل الذي رسمته في سوريا، بالحديث عن إصلاحات دستورية وانتخابات حرة وتعبيد الطريق لعودة اللاجئين السوريين من حيث منفاهم. مفردات عامة تحتاج إلى تفصيل لا تستوعبه كثرة المؤتمرات والحديث عن السلام الغائب منذ 7 سنين، سلام يبدو أنه لن يبصر النور إلا بتوافق يبدو صعب المنال في ظل غياب قوى غربية ومنصات معارضة ومقاطعة الهيئة العليا للتفاوض مؤتمر سوتشي واعتباره أقرب إلى المونولوج حوار بين نظام الأسد ونفسه باستثناء الأمم المتحدة التي أكدت حضورها. كل هذه المعطيات ليس من شأنها أن تترك مجالا للتفاؤل على الأقل في الوقت الراهن، إلا إذا كان لكل طرف معني تفاؤله بغض النظر عن كيف ولمصلحة من وعلى حساب أي طرف. ثمة تسريبات استبقت مؤتمر سوتشي، قيل أنها مسودة البيان الختامي لمؤتمر الحوار السوري. رؤوس أقلام ارتكزت على نقاط عدة، منها دعوة الشعب السوري لتقرير مصيره عبر تصويت شعبي، تأكيد الالتزام بسوريا ووحدتها، الدعوة لعدم قبول أي تدخل خارجي، ضرورة أن يختار السوريون نظامهم السياسي والاقتصادي، تأكيد أن تكون سوريا غير طائفية قائمة على المواطنة وسيادة القانون، ضرورة استمرار مؤسسات الدولة وتحسين أدائها عند الضرورة، مهمة الجيش حماية الشعب والدولة من التهديدات الخارجية والإرهاب، تشكيل لجنة دستورية بمشاركة النظام ووفد من المعارضة لتعديل الدستور. ما زال مبهما كيف سيكون شكل العملية التفاوضية في سوتشي بين الأطراف المشاركة، لكن إذا ما أخذت منح الماراثون السياسي من جديد يظل السؤال الأكثر إلحاحا، هل ستبحث هذه المفاوضات سدة حكم الأسد؟ وهذه هي نقطة الخلاف الرئيسية في محادثات جنيف التي يسود الخوف من أن تكون موسكو تسعى لتوظيف رؤيتها من خلال منصات معارضة لا يرى بعضها مشكلة في بقاء الأسد، وأخرى تتماهى معه وفق وصف مطالبين بإسقاط النظام، وفي كل ذلك تبقى واشنطن تتقمص دور المراقب الصامت، ولكن إلى متى؟ تفقدت سفيرة نوايا الحسنة لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي يوم الأحد الماضي مخيم الزعتر للاجئين السوريين في الأردن، داعية مجلس الأمن الدولي إلى التحرك لإنهاء الحرب التي ستدخل عامها الثامن. وحثت جولي في مؤتمر صحفي أعضاء مجلس الأمن الدولي على المجيء إلى المنطقة وزيارة المخيمات واللاجئين وإيجاد طريقة لتحمل المسؤولية الكاملة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لحل هذا النزاع. بعد 7 سنوات من الحرب استنفد معظم اللاجئين السوريين أي مدخرات لديهم. الغالبية العظمى منهم يعيشون بالفعل تحت خط الفقر. الأسر هنا لا تجد طعاما كافيا، والأطفال غير قادرين على الحصول على العلاج الطبي.
الفتيات الصغيرات معرضات للزواج المبكر، وكثير من السوريين هنا يواجهون شتاء آخر دون مأوى مناسب. المسألة الأساسية هي عدم وجود عملية سياسية ودبلوماسية ذات مصداقية تقوم على حقوق الإنسان والقانون الدولي لإنهاء العنف. التوصل إلى تسوية سياسية هي السبيل الوحيد لتهيئة الظروف لكي يتمكن السوريون من العودة إلى ديارهم لإنهاء المعاناة الإنسانية والضغط على الدول المضيفة. أحث أعضاء مجلس الأمن على القدوم إلى المنطقة لزيارة المخيمات، ويجب أن لا ننسى أبداً أن الحرب بدأت بمطالب السوريين من أجل المزيد من حقوق الإنسان. يجب أن يبنى السلام في بلادهم على ذلك. هذا وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين محمد حواري بأن زيارة سفيرة النوايا الحسنة لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الممثلة الأمريكية إنجلينا جولي إلى مخيم الزعتري في الأردن قد اختلفت عن سابقاتها، إذ كانت تأمل على الأقل بأن يكون هناك تحسن للأوضاع المعيشية للاجئين، لكنها وجدت أن الأعداد كما هي وبازدياد. هذا بالإضافة إلى أنه لا يوجد لدى المفوضية سوى 7% فقط من الاحتياج المالي لمخيم الزعتري، ولذلك فإن التحدي أصبح كبيرا. اختلفت عن سابقاتها هذه الزيارة بكونها الخامسة للأردن، بأن السنوات السبع التي انتهت من بداية الأزمة في سوريا إلى اليوم هي كانت تأمل على الأقل أن هذه السنة يكون في هناك تحسن لأوضاع المعيشية للاجئين، أو على الأقل أن هناك بدأت لنقول حل قليل من السلام حتى يستطيع البعض العودة إلى وطنه والبدء بحياة جديدة وكريمة. لكن للأسف الأعداد كما هي، بل في تزايد. توجد مواليد جدد يولدوا في هذا المهجر، ولدوا في داخل هذا المخيم، ما زالت الحياة هي نفس المستوى، وهي أتت الآن في مرحلة شتاء وشاهدت بعينها كيف أن الأمطار والطين غطى كل مكان، وما زالت التحديات أصعب وأصعب. بل المصيبة الكبرى التي هي اليوم تختلف عن سابقتها أننا الآن في 2018، يعني الشهر الأول هو على انتهاء، ولم يتوفر لدينا سوى 7% فقط من الاحتياج المالي اللازم لتلبية احتياجات هؤلاء اللاجئين. والسنة الماضية في 2017 بالإجمال المبالغ التي تم توفيرها للاستجابة للأزمة السورية لم تصل 50%، أي أن أصبح التحدي كبيرا جدا، كما ذكرت بأن يكون الموظفين العاملين في القطاع الإنساني يقفون عاجزين عن تقديم المساعدة لأنهم لا يمتلكونها. شبه مواجهة علنية بين أنصار الظواهر وأنصار الجولاني، هكذا قيم المفتي السابق لتنظيم القاعدة أبي حفص الموريتاني حالة صراع ناشئ بين تنظيم القاعدة وفرعها في سوريا، والذي أشار أيضا خلال لقاء خاص مع أخبار الآن بأن ذلك أضر كثيرا بمصالح القاعدة في سوريا، بل كان له أثر على وجودها بشكل مباشر على الأراضي السورية. نتابع. الآن وبعد أن انفصلت هيئة تحرير الشام واستقلت وقالت بأنها لم تعد تربطها بالقاعدة لا بيع سري ولا بيع علني، بل تطور الأمر إلى شبه مواجهة بين الهيئة وبين بعض عناصر القاعدة الموجودين هنالك. أظن أن هذا حقيقة أضر بطموح القاعدة إلى أن يكون لها وجود في سوريا، وجود مباشر يعني مرتبط بها. نعم، هذا حقيقة مؤثر. هو الآن انفصل والآن أخذ طريقه واستقل، بل الآن يعني هو يعني في نوع مجابهة ومواجهة مع عناصر تنظيم القاعدة الموجودين في سوريا. يعني هذا الذي يبدو وهذا الذي يظهر. يعني في الشأن اليمني، دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن جميع الأطراف في عدن إلى سرعة إيقاف جميع الاشتباكات فورا، مؤكدا أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار في عدن. وأضاف البيان بأن التحالف راقب خلال اليومين الماضيين عدم استجابة جميع الأطراف لنداءات التهدئة الصادرة من التحالف بهذا الشأن، وعليه فإن التحالف يطلب مجددا من جميع الأطراف سرعة إيقاف جميع الاشتباكات فورا.
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً إيران بزعزعة استقرار الشرق الأوسط، في حين عرضت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أدلة على انخراط إيران في النزاع اليمني. وشارك ترامب في اجتماع بين أعضاء مجلس الأمن الدولي ومجلس الأمن القومي الأمريكي، قال فيه إن هناك كثير من العمل الذي ينتظر إنجازاً في البيت الأبيض. لنشرتنا بقية مشاهدينا، ولكن لنا عودة بعد فاصل قصير. أحييكم من جديد. ما زالت مسألة الزواج القاصرات في المجتمع العربي تلقي بظلالها الاجتماعية والصحية على الفتاة القاصرة، ويستمر الجدل حول إقرار قانون يمنع الأهل من تزويج بناتهن دون سن البلوغ وتحديد مصيرهن. تفاصيل قصة طفلات تزوجن بقرار من أبائهن، ويأملن بالتغيير بسن قوانين وبنشر التوعية المجتمعية في السودان. التفاصيل مع مراسلنا محمد أبو العمرين. يحكى أن أمل ابنة 14 ربيعا، وأثناء عودتها من المدرسة استقبلها والدها بخبر غير مجرى حياتها إلى الأبد. فقال الوالد: تقدم لك رجل رأيته مناسبا فباركتك له زوجا. فقالت أمل: كما تشاء يا والدي. وقالت الأيام أن تعيش أمل زوجة قاصرا لأكثر من سنة، وقال المستقبل أن انهضي من هذا وابدأي حياتك من جديد. فقلبت أمل الأقوال إلى أفعال، عادت إلى المدرسة ومنها إلى الجامعة سعيا لتحقيق حلمها بأن تصبح مسؤولة في الأمم المتحدة. أنا حعيش الليلة وبكرة عشان الفات كله ما حيخليني أضعف، بس بالعكس حيقويني عشان أواجه كل اللي حيحصل لي في حياتي اللي قدام، وأكون قدوة لكل البنات اللي بيحصل لهم نفس الشيء عشان يواصلوا حياتهم عادي. خططنا كلها بنتوقع إنها تسهم في خفض النسبة في سنة 2018، متوقعين نقدر نخفض النسبة نصل ل 36%. كاميرا أخبار الآن زارت ناهد جبر الله التي تدير أحد مراكز محاربة العنف ضد المرأة والطفل، وهي ترى أن الآثار السالبة لزواج القاصرات تتعدى المشاكل الصحية والنفسية للطفلة. بنتحدث عن 37% مهددين بنقص التعليم، بنقص الخدمات الصحية، بالوفيات أثناء الولادة، بوفيات الأطفال. وقبل مغادرتنا أشارت علينا ناهد زيارة الطفلة الأم اشتياق، والتي عمل المركز على تطليقها ومتابعة حالتها. انتقلنا إلى ضواحي مدينة أم درمان، وفي بيت ينهش الفقر من دمه التقينا فاطمة الجدة، والتي لم تبلغ 30 بعد، ترعى حفيدتها أمل إلى حين عودة والدتها اشتياق من المدرسة. 5 يوم ولا 6 يوم كانت مرقدة إنعاش، لما كانت وقعت زي دو أدوها الجنة فتح خشمه صرخت، آتت من الجنة غافت، قشت غيبوبة 3 ساعات. ما بين الكتب المدرسية والاهتمام بطفلتها تعيش اشتياق تفاصيل يومها. فهذه الطفلة الأم التي أنجبت قبل أن تتجاوز 11 من عمرها أحرقت صورا كانت تذكرها بزواجها. أنا دايرة أقرأ الثانوي وأخش الجامعة، وإذا قدمت في الحكومة يا محامية يا قاضية إنه أنشر زواج القاصرات والزواج المبكر، إنه خلت ويتقانوا فيه البنات، عايزة أنشره في دارفور لأنه بعد ما في الراجل يعرس لبنته وهي صغيرة. الفقر والحروب والكوارث الطبيعية عوامل متجددة تزيد من نسبة زواج القاصرات، تسندها وتباركها مفاهيم اجتماعية تبيح الممارسة. 10 أعوام هي فارق العمر بين الأم وطفلتها، وما يقارب 25 عاما هو فارق العمر بين الجدة وحفيدتها. فوارق تحتاج إلى توعية مجتمعية قبل سن قوانين تجرم ظاهرة زواج القاصرات، أو بالأصح الطفلات. محمد أبو العمرين لأخبار الآن، الخرطوم.
في جولة تفقدية قادتها إلى وسط مدينة بنغازي المدمرة للوقوف على حالها وتفقد عودة السكان إليها، تحاول النائبة عائشة الطبلقي أن تكون قريبة من السكان لمعرفة انشغالاتهم والتحضير للمؤتمر العالمي لإعمار مدينة بنغازي. التقرير التالي والتفاصيل. بخطوات ثابتة تسير واثقة من نفسها وسط الدمار لتقف على حالة بنغازي. هذه المدينة التي هجرها أهلها بعد 3 سنوات من الحرب على الإرهاب. اليوم وبعدما استطاعت قوات الجيش الليبي دحر الجماعات الإرهابية، بدأت العائلات الليبية بالعودة إلى منازلها تدريجيا. أقوم بجولة الآن في منطقة وسط البلاد للاطلاع على حجم الدمار الذي حل بهذه المنطقة. الحقيقة حجم الدمار كبير جدا جدا وشيء مؤسف للغاية. سنقوم بمعرض والمؤتمر لإعادة الإعمار، وستكون خطوة أولى لإعادة الإعمار مدينة بنغازي، ونأمل من شركات ومن الدول ومن رجال الأعمال المساهمة في إعمار هذه المنطقة بالذات، وهي المنطقة الأكثر تضررا في مدينة بنغازي. تقف النائبة عائشة على احتياجات السكان العائدين إلى منازلهم وتستمع إلى انشغالاتهم. كم لك يوم هنا؟ أربع أيام. لك 4 أيام بس. من معك؟ معك العائلة؟ كنت نازح وين حضرتك؟ وين كنت نازح الفترة الأولى؟ فترة الحرب وين كنت نازح؟ كنت ساكن بيروت. ساكن بالإيجار. بتعويض كل واحد، هذه مش يعني حد للسرقة، إن كل حوش كم يقيمه كم يحد، كل واحد حر في نفسه. وهذه يا ريت التعمر الجديد كيف التعمر؟ ترتد نفس ما دارت ألمانيا، هدموا المنطقة القديمة وعودوها بنفس الطريقة مثلا لأنها منطقة أثرية، تدار كيف بني الطليان يعني كيف ما هم دايرينها. خاصة المعالم القديمة. المعالم اللي يحافظون عليها. زي سوق الربيع هذا، هذا مش يزعلنا. هي المشكلة أن المعالم كلها مختفية يعني سواء. لا يغيروه عندهم بالتأكيد الرسم تاع زي هذا سوق الربيع. ومنذ أن وضعت الحرب أوزارها عكفت عائشة على التحضير للمؤتمر العالمي لإعمار مدينة بنغازي وإرسال دعوات إلى الشركات العالمية والإقليمية لتقديم تصوراتها لإعمار المدينة. خلص تقرير أعدته صحيفة نيويورك تايمز إلى أن مئات ملايين الانطباعات على مواقع التواصل الاجتماعي مزيفة. التحقيق استمر لمدة من الزمن وتضمن الاطلاع على حسابات شركة ديفومي المتخصصة في بيع المتابعين على موقع تويتر وإجراء مقابلات مع متخصصين ومعنيين. نتابع أبرز ما جاء في تقرير الصحيفة. أعلنت شركة جوجل توسيع باقة عروضها بمتجر التطبيقات جوجل بلاي بتوفير إصدارات مسموعة من مختلف الكتب والتي يمكن استدعاؤها على الأجهزة المحمولة بواسطة تطبيق جوجل بلاي ستور. أضافت الشركة الأمريكية أنه يمكن تشغيل الكتب بسهولة عبر عدة أجهزة، ويمكن تشغيل الكتب المسموعة في الصباح عن طريق سماعة جوجل هوم الشبكية. طرحت شركة LG للصناعة التكنولوجية منذ مدة هاتف V30 Plus الذي صنف كواحد من أفضل الهواتف المطروحة في الأسواق. ويتميز الهاتف بشكله الأنيق وجودة المواد التي تدخل في تصنيعه ومواصفاته الفريدة. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد فاصل أخير: سيارة شارلي شابلن تجول الشوارع سمراء.
أحييكم من جديد مشاهدينا، ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم. نبدأ وإياكم مشاهدينا تجوالنا القصير بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الشرق الأوسط التي نقرأ منها: استخراج زمردة قيمتها 71 ألف دولار في روسيا. تم استخراج قطعة زمرد وزنها أكثر من كيلوغرام ونصف وسعرها 71 ألف دولار من منجم مالي شيفسكي التابع لمجموعة شركات روستيك، وتقوم الشركة بتطوير برنامج شامل لتنمية القدرات من شأنه أن يضمن زيادة في الإنتاج وبالتالي الحصول على معادن نادرة جديدة. اخترنا لكم مشاهدين من صحيفة النهار اللبنانية افتتاح أول متجر ذكي في العالم. أعلنت شركة أمازون عن افتتاحها أول متجر لها يدعى أمازون جو كجزء من جهود الشركة لتغيير الطريقة التي يتسوق بها العملاء. وقد تم افتتاح المتجر في مدينة سياتل الأمريكية، وهو عبارة عن مفهوم محل ذكية للبقالة، وهو في الأساس عبارة عن مشروع يهدف إلى إجراء تغييرات جوهرية على تجربة شراء البقالة. واخترنا لكم من صحيفة اليوم السابع المصرية: عالم فلك يعثر على قمر صناعي مفقود منذ عام 2005. اكتشف عالم فلك قمرا صناعيا مفقودا منذ عام 2005، إذ اعتقد باحثون ناسا أن القمر الصناعي قد فقد. ولكن هذا الاكتشاف الجديد يشير إلى أن وكالة الفضاء الأمريكية قد تكون قادرة على استئناف مهمته التي تهدف إلى دراسة الغلاف المغناطيسي للأرض وكيفية تفاعلها مع الشمس. صحيفة الوطن عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم مشاهدين: تطبيق يفضح تحركات الجيوش. قالت معلومات إن تطبيقا يحوي خريطة عالمية مرتبطة بأجهزة لمراقبة اللياقة البدنية عند الرياضيين يستطيع الكشف عن تحركات بعض الجيوش، خصوصا القوات الأمريكية وحلفائها. والخريطة التي أطلقتها شركة سترافا لابز تظهر تحركات مستخدمي عدد من أجهزة اللياقة البدنية المرتبطة بتطبيق الشركة. وختاما من صحيفة الوئام السعودية: واتساب تطرح تحديثا جديدا. قالت تقارير صحفية عديدة إن تطبيق واتساب الشهير سيعلن عن تحديث جديد يحتوي على عدة مزايا جديدة ستساعد كثيرا من المستخدمين. سيتضمن إضافة خيار جديد سيطلق عليه قناة الإشعارات. سيمكن التحديث المستخدمين من كتم أي إزعاج يمكن أن تسببه أي رسائل للمستخدم. نعود إلى أخبارنا مشاهدينا، وفيها أيضا: فاجأ شاب عراقي الناس من حوله عندما كشف عن نموذج لسيارة شارلي شابلن الشهيرة في القرن الماضي، وما إن انطلق بها في شوارع مدينة سامراء حتى لفتت الأنظار وأثارت إعجاب المارة وثناءهم. مع تسارع التطور العلمي الذي يشهده الوقت المعاصر، باتت مألوفة صناعة مولعين سياراتهم الخاصة بأنفسهم. إلا أن الأمر الفريد هو قيام شاب عراقي من مدينة سامراء بصناعة سيارة شارلي شابلن، وهي من طراز يعود إلى خمسينيات القرن الماضي. كان قد أعجب بها عندما رآها وهو طفل صغير. هويتي من الطفل أحب اكتشاف الأشياء، أحب اكتشاف الإلكترونيات، الأشياء المنزلية، أحب أفصخ، أحب شلون تشتغل، شلون طريقة عملها، شلون تفصيخها، أحب أشتغل. وهاي هواية من الطفل، أحب أصنع سيارة، الحمد لله حاولت بها إن شاء الله. هذه السيارة على موديل أي سيارة؟ موديل اسمه كيترهام، إنجليزي بالأصل، مواليد 57. ولع عبد الرحمن بالسيارات القديمة وصعوبة الحصول عليها دفعه لاستغلال إمكانياته الذاتية في صناعة سيارات شارلي شابلن التي منحها اللون الأحمر، فجلبت أنظار الناس وهي تجوب شوارع سامراء انطلاقا من ورشته الخاصة في منزله.
اكيد اكيد صارت التفاتة حيل غريبة، لان شيء غريب يمشي بالشارع بالعكس، وانا اللي سويته اكثر الناس ما تصدق، وانا معودين والله انا اشتغلت، يقول لي لا انت ما معقول هالدرجه اني اشتغل الشغل. اي اكيد صار التفات قوي جدا هالموضوع. اروح اجيب طبعا العمل، الحمد لله شغلتني الحمد لله. ما ان كشف هذا الشاب العراقي عن هذه السياره بحلتها الكلاسيكيه حتى توالى اعجاب من راها وثناؤهم على القدرات الميكانيكيه التي يتمتع بها عبد الرحمن، وهو ما جعله حديث الناس وقدوه لاقرانه في المدينه. الرساله عبد الرحمن اللي وصلها للامانه يعني خلانا احنا خصوصا يعني اصدقاء او شباب المنطقه وسامره كلها انه سمعت اكو شخص ايش صنع الحلو ما بالموضوع، كلهم تحفزوا، شكو واحد عنده طاقه وعنده ابداع مو شرط الا بمجال التصنيع، بلشوا يشتغلون على انفسهم، حسوا انفسهم انه اكو شخص بالمدينه قدر هيك شخص قفزه، اذا هم احنا نقدر. اخر شيء اختار هذا النموذج اللي قدامكم، هاي السياره حتى يوصلها للاخر انه انا قدرت احقق هذا النموذج طبق الاصل، تدري انت حتى تحاكي حتى تصير عندك محاكاة لازم تجي تنتج شيء طبق الاصل، وطبق الاصل احيانا يستغرق وقت. فهو وصل لهاي الغاية برغم أنه بساطة السكيتش هذا اللي موجود هو النموذج اللي موجود، لكن قدر يوصلها للناس وقدرت تأخذ صدى. لم تكن سيارة شارلي شابلن الخمسينية مجسما جميلا يسر الناظرين فقط، بل أن ظهورها في المدينة جعل صانعها عبد الرحمن يتلقى يوميا طلبات كثيرة لتصنيع سيارات أخرى من هذا النوع بعد أن أثبتت جودتها على الطرقات، وهو حلم حققه هذا الشاب عبر إبداع ميكانيكي فريد. أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تجديد عقد نجم دفاعه الإسباني جيرارد بيكيه حتى صيف عام 2022 بشكل رسمي، وأشار برشلونة إلى أنه وضع شرطا جزائيا في عقد بيكيه الجديد يصل إلى 500 مليون يورو. أهمل ساعي بريد من مدينة فيشنزا شمال إيطاليا توصيل رسائل إلى أماكنها المقصودة على مدار 8 سنوات وخزنها في منزله، وعثرت الشرطة على 500 كيلوغرام من الرسائل والطرود، وأبلغ متطوعون بيئيون أجهزة الأمن بالأمر عندما وصلتهم من مرآب سيارات تابعة لساعي بريد عمره 56 عام منذ أن كان عمره 25 صندوقا من الورق من أجل إعادة تدويره، وتبين أن الصناديق التي تحمل علامة البريد الإيطالي تحوي على رسائل مختلفة. قبل ختام النشرة مشاهدينا هذا تذكير بما جاء فيها من عناوين. في ظل غياب المعارضة السورية أعمال مؤتمر سوتشي تنطلق اليوم وسيناريوهات متكررة على طاولة الاجتماع. وسط دعوات سودانية تطالب بتغيير القوانين زواج القاصرات في السودان جدل لا ينتهي. ورسميا النجم الإسباني جيرارد بيكي يجدد عقده مع برشلونة حتى عام 2022. بهذا إذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا، دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع. أعود وألتقيكم مشاهدينا بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأنباء، دائما كونوا معنا.